صلاح الشروق. بشكل عام قادرين نقول انه البرامج هتيجي مختلفه، هذكر اسماء سريعه لبعض البرامج لانها مهمه جدا، اللي هي عندنا برنامج اسمه عالي النفق، من البرامج القديمه اللي هنستسحبها معانا برضو برنامج رحيق الامكنه، وبرنامج مسح على الهواء، دي من البرامج اللي هتكون مستمره، وبرنامج اوتار الحدين، لكن هي كلها برؤى جديده وبتصورات جديده مختلفه. الحاجه المهمه جدا برضو انه في التخطيط البرامجي في ساعتين في الخرطه البرامجيه هتكون منتجه باللغه الانجليزيه، اضافه لبعض البرامج هيتعمل عليها السب تايتل باللغه الانجليزيه، لانه مستهدفين بها مشاهدين غير المشاهدين السودانيين، وصول اكبر أيوة للمشاهد في 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 فضاءات الكره الارضيه دي. ده التصور. شبكه وراديو تلفزيون الشروق وجزء من المسائل الاصيله جدا اللي تم لها تخطيط، يمكن اخونا الاستاذ عاطف محمد الحسن الياس هو مدير عام الشبكه، هو خد مؤشرات عامه اتبنت عليها، بعد ذاك جاء عصف ذهني كبير جدا لكل العناصر المشتغله في قناه الشروق، بدءا من موظف الاستقبال وحتى مدراء الادارات وكذا، عندهم جهد مقدر جدا في التخطيط والمساهمة في التخطيط، لأنه أفتكر أنه التخطيط أي تخطيط في الدنيا دي بيقوم بالمشاركة، وبالتالي ده يمكن ساعد الناس كثير جدا في أنه يخططوا لخرطة شكلها مغاير ومختلف، ونتمنى أنه نكون وفقنا بشكل كبير جدا في خرطة ترضي مشاهد الشروق إن شاء الله. اللي هو في ذاكرته شروق بشكل مختلف، فبالتالي نتمنى أنه نكون قدر المقامات وقادرين نقدم تجربة مختلفة ومغايرة. ومسألة الشروق بلس 2 هي تظل فكرة متجددة، فكرة تحمل في طياتها عناصر إدارة التنوع الثقافي والاقتصادي والإسمي وكل أشكال التنوع. إن شاء الله الشروق تكون هي واحدة من الشاشات اللي بتحمل ملامح سودانوية خالصة ويستعبر عن كل السودانيين في كل بقاع الارض ان شاء الله. استاذ فؤاد نحن الحقيقه سعدنا بك، لكن دي مسؤوليه كبيره جدا، وانت كل اللي ذكرته وعدت به المشاهد يبقى معناها المشاهد هو موعود بذخيره من الفقرات ومن البرامج المبرمجه المختلفه اللي احنا حنتابعها حنشوفها، وانت اكيد يعني نفس المكان اللي انت الان انت موجود فيها قدرها وزياده في انك تطلع لنا الابداع الجواك بصوره اكمل واجمل باذن الله تعالى. بمعيتي مشروف طبعا. حاجه يعني قبل ما نختم معك، قبيله تكلمت انه ننتج ونبنيه، ونحن على الدوام دائما نقول حنبنيه، وفي تسويف كثير جدا في التفاصيل في حياتنا نحن بنأجل، فكون نبدا طوالي وتكون ارضيه ثابته بالنسبه لنا. قبل ما نشكرك مشاهدينا طبعا، دي كانت ملامع عامه لبرمجه قناه الشروق واللي حيكون فيها مد اضافي بالنسبه لبرامج اخرى ممتده باذن الله تعالى. نورنا اول يوم في صباح الشروق كذا، بل بقيه البرامج ممكن تعرض على شاشه الشروق. احنا مقدرين جدا استاذ فؤاد عبد الرحيم رئيس مدير قسم البرامج بقناه الشروق، كثر خيرك. شكرا لكم، ونتمنى اننا نكون قدر ما قلنا، ونتمنى انه لكن انا افتكر انه الناس قادره، خاصه ب مجموع التيم الآن الموجود في الشروق عنده القدرة العالية جدا في أنه يقدم ما وعدنا به. شكرا لكم وشكرا للمشاهد، ونتمنى أنه نرضي أحلامكم وطموحاتكم. تخيرك أنت يا أسامة. شكرا لك. شكرا لرفقة الطيبة. شكرا يا حمزة. إن شاء الله تكون بداية ندية إن شاء الله، وفيها نشاط كبير لبرمجة قناة الشروق لفقرات الصباح الندية المتعودين دائما مشاهدين يتابعوها في الشروق. إن شاء الله، بس أنت خلي الكسل واصحى بدري. حمزة من الليلة الثانية حيصحى بدري. نحن شاكرين ومقدرين صراحة لكل الناس اللي رافقتنا وتابعتنا وكانت معنا في طلالتنا الأولى، وشاكرين بحجم أكبر لكل التيم العامل الموجود الآن اللي احنا ما ممكن نذكره، اللي ساهر وتعب أيام وليالي في البايلوتات وفي التجهيزات وفي اللوكيشن وفي كل الحاجات الممكن عشان ما تطلع للشروق بشكل جديد وجاذب ومبهج ومشرق. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لك. شكرا. تحية فريق العمل. ختام.